بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ويا تغنى ديل بربان صدح اللي حد يستعدو الوردو حد يشتعدو الوردو اللي وين قال الوردر ومقدمة شو أحمى ألرا هرجينا قستنا حديش دقع عام دا كيتشدنا جيندو شو حدالين دول حديشة عام دا التأدلش معنى شيخ قيت التأدلش حديش دول تاتسون ديلا ويا حديث مسدو شا هور حديثنا شرح دا شا هما ليلور داتسوي هند ألشي حديش دقح عامش هولشنا شا زابسي لدوخ تشخيناها أتخليتا تن دكال دالي تاوش ويا شرحش دش هم دا دولشا زابس ياخدوليو أق حديش دقا عامو جنا ش عام دا خلخير دو دا ديش جاها إن شاء الله ويقر شرح ديدو ويا علمنا بوخشن ثاني إدر خوينا آلو شديك هينتا ديل بربونتا دو حلير حديث دادو لردوي بسم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يردوت الله رئيس خلطن الله أنشنو إلير آل كلمتاني شدو شدو خفيفتان على اللسان ضيق دولش متن ثقيلتان في الميزان ترزن ديح دزق دولش حبيبتان إلى الرحمن انخيت نيولج الله اندق ديش دولش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دق إشي متفق عليه متفق عليه بوكدو أي بخاري مسلمي يحديث صحيح خلاها برت خلا بوغ دو قسم شولو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يردوت الله رسول قال تو إلرال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعوانا خوهر الله أن إلش والتي عليه الصلاة والسلام تو إلرداق يا رسول الله هاي ديل إلش من أحق الناس بحسن صحابتي سشيت دكخل أقري حق دلش ناخخ ملوال قال الله أن إلش نوعير أمك حنان عن إل قال ثم من تو خاتر ده تأق ملوال قال أمك الله أن إلش نوعير عليه الصلاة والسلام حنان عن إل قال ثم من أختو يو خاتير تأخ من وال قال أمك الله أن إلش نوالير حنان حنان قال ثم من تأختو يو خاتير تأخ من وال قال الله أن إلش نوالير عليه الصلاة والسلام ثم أبوك تأخ حداو حنان متفق عليه. قال حديث عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يردوت الله رئيس قلتون الله أن إلشنو عليه الصلاة والسلام إلير أل إياكم والظن شلر لولشني موتريخ فإن الظن أكذب الحديث بقضى موتر أقري خات خردلو دي تردشون متفق عليهم. دي أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يردوت الله رئيس قلتون الله أن إلشنو عليه الصلاة والسلام إلير أل إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها بقضى ليلة تدوش أرت الله بلغل شيخ أشتوش يزل بها في النار إباحن دولش جوجرتشو إغرولش أبعد مما بين المشرق والمغرب مالخ حلب بولو مالخ تشبوزو مهتغن يقع يوشوسن يوقت مهدي جوجرت
شو وش ترلويز شين بلغة خاش دو شم ألر بعندوش ما يتبين فيها بوكدو أي لا يتثبت أهي خير أم شر بلغل شين خاش دو شتلهم دقيس ديك دوتي لغو خيلو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يردويت الله رئيس خيلتون الله أن ألشنو إلر أل إن الله يغار بق الله دال أمجر الدق أي ريونوات وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله الله أن أمجر الجوشيول بصل بشتاقوة الله دال حارم دين خدلهم ديش خينا حق دعحل تؤتر دوي والحمد لله رب العالمين.